استقبل مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وفدا عسكريا من كلية الدفاع الوطني العمانية، ورحب رئيس المجلس بأعضاء الوفد العسكري العماني مشيدا بالعلاقات المصرية العمانية والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين بما يخدم صالح الأمة العربية. السادة الأعضاء، يحضر معنا بشرفات المجلس الآن من سلطنة عمان الشقيقة وفد عسكري من أعضاء هيئة التدريس دارسي الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطني العمانية، فباسمكم جميعا وباسمي نرحب بهم جميعا في مجلس النواب. الأشقاء الأعزاء، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في بلدكم مصر، كما يسعدني أن نستقبلكم اليوم في رحاب مجلس النواب المصري، معربا لكم باسمي وباسم نواب الشعب المصري عن خالص التقدير والاحترام لحضراتكم ولسلطنة عمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. سلطنة عمان الشقيقة التي تجمعنا بها العديد من القواسم المشتركة والتاريخ الممتد والراسخ من العلاقات المتميزة، في إطار من الود والأخوة والاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح بلدينا الشقيقين وشعبيهما والأمة العربية.